السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ده كيان جديد تابع لرئيس الجمهورية مباشرة. هل هو حل لمشكلات جودة الخدمات الصحية اللي بنعاني منها ومن اللي بيحصل جوه مستشفياتنا؟ هنحاول نعرف عنها وازاي يبقى عندنا الامل ان هذا الكيان يحللنا كل مشاكلنا. خلوني ارحب بدكتور اشرف اسماعيل رئيس الهيئه وممثل الجمعيه الدوليه لجوده الرعايه الصحيه. اهلا وسهلا بك. اهلا بيك. حضرتك بقى تحل لنا كل مشاكلنا مش كده؟ اتمنى هذا. طيب حضرتك اولا كده عايز اعرف هذا الدور المشترك ما بين الاعتماد والرقابه. يعني ايه اعتماد ثم يعني ايه رقابه؟ تماما. اولا هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه الحقيقه هي هيئه انشئت بمقتضى القانون اللي صدر في يناير 2018 قانون التامين الصحي الشامل. فهي احد الركائز الثلاثه اللي اتعمل بيهم القانون لتنفيذ هذا المشروع الضخم الكبير اللي هيغطي هو مستقبل الصحه في مصر. التامين الصحي الشامل اللي هيغطي جميع المصريين على مدى العشر سنين القادمة إن شاء الله، يعني زي ما سيادة الرئيس وجه بأن تخفيض المدة من 15 إلى 10 من 15 إلى 10. ففي خلال العشر سنوات سيكون الشعب المصري مغطى بالتأمين الصحي الشامل. الأهم في هذا أن هذا التأمين يشمل جميع الأمراض، ليس محدودا على فئة معينة من الناس أو أمراض معينة. فدي نقطة مهمة جدا بتدينا انطباع أن هذه الأمراض لابد أن تغطى من كل المنشآت الصحية وكل القطاعات وفي كل الأوقات وكل الأماكن أيضا. فده حجم كبير جدا جدا من العمل. فالهدف من هنا ان الموضوع ليس مقصورا فقط على المستشفيات او على الحالات الحادة اللي بتدخل المستشفيات، ولكنه النظام الصحي كله في مصر. فنشأت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كهيئة محايدة تماما، وفكرة وضعها تحت اشراف المباشر للسيد رئيس الجمهورية هي فكرة انها تعمل مع الجميع وجميع القطاعات وبحيادية كاملة وبنزاهة كاملة بعيدا عن اي ضغوط، لكي تضمن تطبيق الجودة والسلامة والمعايير العالمية في تقديم الخدمة بلا اي تنازل وبلا اي مفيش فرصة ان احنا نتهاون في هذا التطبيق. سيادة الرئيس من اول يوم وضع المعايير الدولية ووضع هذا المستوى اساس في تقديم هذه الخدمة، وده مهم جدا 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 لانها مش عملية رفاهية ان نتحدث عن الجودة، ولكنها هي السمة الرئيسية للخدمة الصحية لابد أن تكون تعتمد عالية الجودة وأمن. تعتمد مين؟ يعني تعتمد المستشفيات، تعتمد العيادات، تعتمد الأطباء، يعني تماما. هذا هو الحقيقة مجال عمل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أو أنها منوط بها اعتماد جميع المنشآت الصحية. والمنشآت الصحية هنا بنعني بها أكثر من 10 أنواع مختلفة من المنشآت الصحية، تبدأ من مراكز الرعاية الصحية الأساسية وهي المنوط بها تقديم الحزمة الأساسية في الخدمات الصحية اللي بتوصل يمكن 70% من الاحتياجات المواطن في الخدمات. بيلي هذا مستوى من العيادات المجمعة المتخصصة والمراكز المتخصصة اللي بتقدم الخدمة بدون دخول المريض، ضرورة دخول المريض إلى المستشفى أو إلى المراكز. عندنا جراحات اليوم الواحد، وعندنا مراكز الكلى، وعندنا العيادات الخارجية. العيادات الخارجية ده مستوى تاني في الخدمة. عندنا بقى المستشفيات. المستشفيات هنا أيضا هناك مستشفيات عامة، والمستشفيات العامة بتختلف درجات يعني التخصصات اللي فيها، ولكنها بتشمل جميع الأقسام وبتقوم طبعا بعملية الجراحات، والمقصود بها أنها تتعامل مع الحالات الـ الـ الـ
حادة اللي تستلزم دخول للمستشفى. طب العامة مقصود بها أنها العامة في التخصصات ولا العامة أي مملوكة للدولة؟ العامة في التخصصات، لأن المستشفى العامة الجنرال هوسبيتال ممكن جدا أن تكون مستشفى خاص أو مستشفى تابع لجمعية أهلية، وأيضا يكون جنرال هوسبيتال أو المستشفى العام. يعني هنا معنى جنرال مش بابليك. بالضبط. وهناك مستوى من المستشفيات المتخصصة زي مثلا معاهد الأورام، زي مستشفيات الأمراض العيون، زي مستشفيات أمراض النساء، مستشفيات الأطفال، دي مستشفيات متخصصة في فرع معين، دي أيضا كاتيجوري من المستشفيات. في مستشفيات أيضا مستشفيات نفسية، احنا برضو عندنا معايير خاصة بالمستشفيات النفسية، وهنقول ان الكل كاتيجوري من المنشآت دي أصبح هناك معايير اعتمدت دوليا، ودي يعني كان نجاح كبير جدا جدا لمصر والهيئة أن نحصل على هذا الاعتماد الدولي في الآونة الأخيرة. ولكن يعني بعد المستشفيات في هناك أيضا مراكز للتأهيل، مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي ومتابعة ما بعد فترة المستشفيات، دي كاتيجوري مهم جدا. عندنا مراكز الفيزيوثيرابي أو اللي هي العلاج الطبيعي، عندنا المعامل لها معايير خاصة بيها، عندنا مراكز الأشعة لها معايير خاصة بيها، حتى العيادات الخاصة. أيوة. أيضا أنا كنت عايز أوصل طبعا لدي. طبعا ده مهم جدا، ده قطاع كبير جدا طبعا، وانتشاره في كل جمهورية مصر العربية، واللي هي العلاج كمان اللي هو طويل الأجل اللي فيه المسنين وفيه الناس اللي هي بتضطر تقعد مدة طويلة. فدول تقريبا حوالي 10. والصيدليات دي حاجة كمان جديدة. أيوة بالضبط، لأن كثير من دول العالم ما فيهاش اعتماد للصيدليات، احنا أدخلنا أيضا معايير للصيدليات. دي المنشآت، كل نوع من هذه المنشآت له معايير خاصة به، وهذه المعايير عملناها في مصر طبقا للمعايير الدولية والضوابط الدولية في وضع المعايير، واستطعنا أن نحصل على الاعتماد الدولي من الإسكوا اللي هي الجمعية الدولية للجودة للمستشفيات. بالحقيقة كان سكور ما حصلش في تاريخ. هذاك ممثل لهذه الجمعية؟ لا، أنا كنت في الهيئة العامة للاعتماد قبل يعني ماجي، أنا كنت مدير تنفيذي لهيئة الاعتماد الدولية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، لكن الجمعية جمعية العالمية للجودة والسلامة دي الإسكوا الانترناشنال سوسايتي، هذه التي تعتمد المعتمدين، دي اللي اعتمدتنا في الآخر في الأسبوعين الماضيين. حصلنا على اعتماد لمعايير المستشفيات بنسبة 98%، كان غير مسبوق في تاريخ الهيئة. مين اللي أخذ 98%؟ مستشفيات ولا أنتوا كهيئة؟ إحنا كمعايير مصر، المعايير اللي اتحطت اللي لسه هتطبق، اللي هنطبقها على المستشفيات. انت قلت لهم والله احنا هنعمل مجموعه المعايير دي هنطبقها على الـ10 جهات المختلفه دي، اعتمدونا فاعتمدوكم بنسبه. أيوة. 98%. وبهذا تصبح المعايير المصريه على مصاف المعايير العالميه، زيها زي المعايير اللي في امريكا، في انجلترا، في فرنسا، في استراليا، اللي هي حصلت ايضا على هذا الاعتماد الدولي. فهنا التحدي الحقيقة طبعا، أولا ده إنجاز كبير إن احنا نحصل على هذا الاعتماد الدولي، ولكن الإنجاز الأكبر أن نستطيع أن تطبيق هذه المعايير والالتزام بها على المدى الطويل، وده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي مع المنشآت، مراكز الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات وبقية المنشآت جاية في الطريق. فالمستشفيات جميعها دلوقتي بتبذل جهد كبير جدا جدا للوصول الى تطبيق هذه المعايير. طيب لو ما طبقش دلوقتي احنا لازم نبص للصوره كامله. احنا عندنا زي ما بنقول ان التامين الصحي الشامل هو تامين على جميع المصريين في جميع المحافظات ضد جميع الامراض. لن يدخل التامين الصحي الشامل مستشفى أو مركز أو أي منشأة طبية غير معتمدة وغير مسجلة، والتسجيل هو الخطوة الأولى للاعتماد وله متطلبات، ثم يلي هذا الاعتماد. نحن لا نجبر
يعني القانون لا يجبر منشأة انها تسجل او تعتمد، ولكن لو لم يسجل او يعتمد طبقا لهذه المعايير مش هيدخل السيستم، مش هيدخل النظام، مش هيجيله مرضى من التأمين، مش هيبقى في حد بيدفع لهم الفاتورة. وده اللي حصل في بورسعيد. لما تيجي حضرتك تشوف بورسعيد اللي هو النموذج اللي احنا طبقناه بنجاح كبير جدا خلال السنة ونص اللي فاتت، اصبح التأمين الصحي الشامل في بورسعيد بيغني مواطني بورسعيد عن كل الخدمات اللي موجودة في المحافظة. اختفت قوائم الانتظار، كل الناس يعني انت حضرتك راضي عما تم تطبيقه في بورسعيد؟ تماما، والعمل مستمر والمتابعة مستمرة والرقابة مستمرة لكي نضمن استمرار تطبيق المعايير. واللي تعلمناه في بورسعيد دروس كثيرة جدا، حاليا بنطبق كثير منها طبعا والمزيد في محافظات الأقصر، المرحلة الأولى الأقصر، إسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، أسوان. فالحقيقة التجربة مش سهلة، التحديات كبيرة جدا وضخمة، ولكن الدولة وضع كل اهتمامها وكل أولوياتها لإنجاح هذا المشروع. وما رأيناه الأسبوع الماضي من الافتتاحات اللي السيد الرئيس عملها بتترجم هذا على الأرض إلى حقيقة واقعة. شوف حضرتك المستشفيات والمراكز الطبية اللي تم تجديدها وتم تسجيلها واعتمادها ودخولها المنظومة فعلا بمقاييس عالمية. أنا لفيت العالم وأستطيع أن أجزم أن هذه المراكز وهذه التجهيزات وهذا الاستعداد لا يقل عن أي بلد عظيم في هذا المجال. في بورسعيد، في بورسعيد وفي الأقصر وفي الإسماعيلية، كل الجديد أو كل ما يتم تأهيله بالضبط، عشان بس الناس تبقى واصلة الصورة، كل ما يتم تأهيله وداخلين على بقية المحافظات. في ظاهرة مهمة دلوقتي برضو، ان من ساعة التكليف سيادة الرئيس لما يعني قلل عدد سنوات الى 10 سنوات عشان نغطي المحافظات، هناك اقبال كبير من المحافظات للاسراع بعملية رفع الكفاءة لدخول المنظومة. معلش خليني حضرتك بقى هتوقف هنا دلوقتي. الملكية لهذه الهيئات والمنشآت جزء كبير قوي منها لوزارة الصحة، الجزء لوزارة التعليم العالي، الجزء لهيئات وجهات زي الشرطة والقوات المسلحة، ثم القطاع الخاص. نعم. كل ما هو تابع للدولة بطبيعة الحال هناك تعليمات، طور نفسك. نعم. يعني تطور نفسك يا تقعد في البيت. نعم. ثم هناك القطاع الخاص اللي هو عايز يأكل عيش، يعني لو ما دخلش جوه ده مش هيجيله فلوس عشان خاطر يصرف. تعامل حضرتك بقى هنا مع مستشفى وهيئة تبع لوزارة الصحة، ولا حضرتك بتكلم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتقول لها ماذا تم هنا، وحضرتك بتكلم دكتور خالد عبد الغفار وما إلى ذلك؟ نحن نعمل مع كل القطاعات اللي حضرتك ذكرتها. بنعمل طبعا وزارة الصحة لديها النصيب الأكبر من المستشفيات. تمام. الحكومية أكثر من 570 مستشفى على مستوى جمهورية مصر العربية، و4000 وحدة ومراكز متخصصة وهيئات تابعة لها زي الأمانة وزي المستشفيات التعليمية. يعني مستشفيات مستوى كبيرة جدا وبتقوم بدور كبير. في حاجات مستواها هايل وفي حاجات محتاجة شغل كتير جدا. شوف مثلا معهد زي معهد ناصر، وبنشوف المستشفيات المتخصصة ومعهد القلب طبعا بتقوم بدور كبير جدا، والناس الحقيقة يعني حاسة بيه. وهو فوزارة الصحة بتقوم طبقا للقانون أيضا برفع الكفاءة، ومسؤولة عن هذه المرحلة الانتقالية لكي ترفع الكفاءة. ورفع الكفاءة هنا بيشمل عدة أمور، ليس فقط المباني، ده المباني البنية الأساسية والمباني واللي احنا شفناه حديثا في الافتتاحات، طبعا ده شيء عظيم، ولكن جواه أيضا هناك شغل كبير جدا في التجهيز في الأجهزة وفي الاستعداد. هناك شغل كبير جدا في الميكانة وفي الأوتوميشن للسيستم الميديكال ريكورد. هناك شغل كبير جدا في توفير الموارد البشرية المحترفة المتخصصة للعمل على كل هذا. هناك أيضا
قيادات شابة بيتم تجهيزها لقيادة وناس على مستوى ممتاز جدا لقيادة هذه المنظومة. فرفع الكفاءة هنا بيتم حتى تقول هذه المستشفيات فيما بعد لهيئة الرعاية، وهيئة الرعاية بتأخذ هذا وتديره بأساليب حديثة لكي تستطيع أن تتنافس خارجيا، وده فيها نوع من طبعا إحكام النظام وعمل التوازن في الخدمة، ولكن ليس مقصورا فقط على مستشفيات وزارة الصحة. نحن نعمل أيضا مع جميع المستشفيات الجامعية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بيقوم بدور كبير جدا في تطبيق المعايير، نتعاون معاه يعني كل يوم وكل أسبوع في المستشفيات الجامعية. المستشفيات الجامعية بتشيل أكتر من 50% من الخدمات، فلا بد أنها تدخل المنظومة بلا شك. هيئة كبيرة جدا زي هيئة قناة السويس لديها أكتر من 100,000 منتفع بالعاملين وأسرهم، كلها هتدخل النظام، ولها أيضا ترتيبات مع ومستشفى الكهرباء بقى ومستشفى الكهرباء ومستشفى السكة الحديث وجميع الهيئات ومصرتها، كل دول حاليا بيستعدوا على الرغم ان هم بعضهم مش في المستشفى في المرحلة الأولى، ولكن eventually طبعا داخلين وهيشيلوا جزء كبير جدا من هذا العمل. عندنا القطاع الأهلي عظيم جدا، يعني مستشفى شفا الأرمان من أوائل المستشفيات اللي سجلت ودخلة هتخلص الاعتماد في خلال شهور قليلة. عندنا مستشفى مجدي يعقوب في 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 في, في أسوان. المستشفيات القطاع الأهلي أيضا بتقوم القطاع الخاص، عندنا أول مستشفى معتمدة أكشوري كانت مستشفى قطاع خاص. كل القطاعات لابد أنها تدخل، لأن كل هذه القطاعات هي مصر، وكلها قطاعات وطنية وبتعمل وبتكمل بعضها بعضا في. طب ازاي وانا بعمل ده، يعني بما ان حضرتك يعني قلت مستشفى قطاع خاص فرنت في ودني، في مستشفى بتقدم الخدمه ب 10 قروش نعم، ومستشفى تانية اصبحت النهارده وخصوصا بعد ما ابتدت تتباع لمجموعات وجماعات وشركات من بره، ابو 10 قروش ده بقى ب 100 قرش وب 1000 قرش، في النهايه خالص انا كمواطن مش هدفع حاجه، حضرتك اللي بتاخد الفلوس من الجهات المتفق عليها اللي القانون اعلنها وهتدفع ثمن القيمه دي. هيقبلوا بالقيم المحدده ولا يقول لك لا والله انا تبع اصل انا خليجي؟ هيقبلوا ولازم يقبلوا. هقول لحضرتك اقتصاديات هذا الموضوع هيتم ازاي. دلوقتي عندنا الهيئه العامه للتامين الصحي الشامل، الهيئه العامه للتامين الصحي الشامل وهي المسؤوله على التمويل، دي من اعظم تبع وزاره الماليه، هي تبع رئيس الوزراء تمام، وطبعا السيد وزير الماليه هو رئيس هيئه التامين الصحي الشامل. والهيئه دي الحقيقه بتقوم بدور ضخم جدا وكبير جدا في تمويل الخدمه ومراقبتها ومتابعتها والتعاقد مع المستشفيات والمنشات المسجله لدخول تكوين الشبكه كلها وتسجيل المواطنين ودخولهم وتسعير الخدمات. تسعير الخدمات ده بيتم طبقا لدراسات للسوق ودراسات احنا بنتدخل فيها كهيئة اعتماد ورقابة للتأكد من عدالة هذا السعر. ليه؟ عدالة للطرفين، عدالة للطرفين، والتوازن هنا مهم جدا، لأن السعر لو نزل هيجي على حساب الجودة ويجي على حساب السلامة ويجي على حساب المواد المستخدمة، فإحنا لا نسمح بهذا، وبنتأكد ان فعلا التسعير معقول طبقا للاحتياجات. عندنا هيئه الشراء الموحد اللي مسؤوله ايضا على التعاقدات وعلى الشراء على مستوى مصر، بنتاكد ايضا هي بتجيب طبعا يعني اقتصادات السوق الضخمه بتجيب افضل سعر لاحسن منتج، فبنتاكد ان اللي داخل كل المشتريات والاجهزه والمعدات والمستلزمات على اعلى مستوى، علشان لما تدخل المستشفى وتدخل للمريض تدخل وتكون سليمة ونستطيع تتبعها من خلال سلاسل الإمداد والتموين، فنقدر نتأكد من صحتها من المصدر الرئيسي. فهنا التسعير محكوم، وهناك قائمة أسعار بتراجع شهريا من لجنة، ولا في حاجة اسمها مستشفى درجة أولى؟ مفيش كله واحد. الأسعار
الدرجة أولى ودرجة تانية بتيجي من إن لو مريض عايز يعلي الغرفة اللي هو فيها أو حاجة من الممكن إن هو ياخد الإقامة بس يزود، لكن ملهاش دعوة لا بالدواء ولا العمليات، نفس العمليات ولا بالدعامة، تاخد واحدة تاخد أمريكاني ولا تاخد عندي صيني وعندي أمريكاني إطلاقا. أحسن دعامة بتيجي فيها المواصفات بتاعتها الطبيب الاستشاري المتخصص، لأن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة برضو بتسجل وتعتمد جميع العاملين في القطاع الصحي، فاحنا بنتأكد ان شغلانه كبيره جدا. ايه ده كلام كبير قوي ده يا دكتور. فالاستشاري والاخصائي والجنرال براكتيشنر لحد التمريض بقى، والتمريض 10 كاتيجوريز عندنا. ده انا دخت منك من كتر ما انتوا صعبانين. انتوا كام واحد؟ احنا دلوقتي داخلين على حوالي 150 وبننمو طبعا في المحافظات. محتاجين 3 اصفار جنب ال 150 دي بس يعني طبعا مع نظم الاداره الحديثه والميكنه والاوتوميشن والمتابعه، الحقيقه الشغل يعني ماشي بصوره متوازيه تماما مع الجراح. فهنا تاكيدا للحته اللي حضرتك قلت عليها عشان المواطن يطمن ان الاسعار عادله وبتراجع وما فيش سعرين وما فيش مستويين في الخدمه، فدي مهمه. مفيش بص ادفع انت بس الفرق وانا هظبطك، مفيش هذا الكلام اطلاقا. وده جزء من مسؤوليه الرقابه اللي احنا بنقوم بيها. يعني عندكم قسم يتلقى الشكاوى 100%؟ ده نص الهيئه رقابه، النص عندنا هيئه الاعتماد والرقابه. الاعتماد ان احنا بنعتمد المستشفيات طبقا للمعايير وبنمنح الشهاده حين لما تستكمل المستشفى جميع هذه المعايير. الشهادة بقى مدتها قد ايه؟ 3 سنوات بس كده. ولا نترك المستشفى بعد منح الشهادة، تبدأ الرقابة على تقديم الخدمة من لحظة دخولها النظام، بهدف التأكد من الاستمرار في تقديم الخدمات طبقا لهذه المعايير. مش كده وبس، احنا بنتابع الحوكمة الإكلينيكية داخل المنشأة، بمعنى ان احنا حاطين بروتوكولات وجايد لاينز لازم، يعني ادله ونظام عمل اكلينيكي لازم يتمشي عليه. والوزاره عملت شغل كبير الحقيقه في الحكايه دي، وجابت بروتوكولات على مستوى عالمي وبتطبق حاليا، وسعي كبير انها تتطبق طول الوقت. لو خرجنا عن هذا البروتوكول هناك مراقبه ومتابعه لهذا الخروج ولماذا خرجنا عنه، وبيتم ده له علاقة وطيدة بالمطالبات اللي هي بتطالب بيها هيئة التأمين الصحي الشامل بدفع الفلوس. فلو هذا الكلام لم يتم ولم يتم بطريقة صحيحة، هذا الكلام سيكون له أثر على هذه المطالبات. فالكنترول من الناحيتين، لن نسمح بإن حاجة ما اتعملتش ويتقال إنها اتعملت أو اتعملت نص نص أو حتى 90%. لن نسمح إن مواطن يحصل على حاجة هو مش مفروض إن هو يحصل عليها، لأن ده حماية ليه وضمان أيضا لاستمرارية المواطنين الخدمة ولبقية المواطنين. كم مرة حضرتك طبعا بتروح تزور أماكن كثيرة، بتروح الوزارة، بتروح المستشفى ده، بتروح ده، كم مرة كده وحضرتك خارج تسمع تقول حد بيقول كده وأنت سامعه بيقول عمك أشرف ده أصله كان عايش بره وإيده في المية وهوش عارف الدنيا عندنا عاملة ازاي، وجاي بيعمل علينا شويتين دولت، بس هو لو يعرف الدنيا على الأرض عاملة ازاي ما كانش قال الكلام ده. الحقيقة ده غير وارد تماما، لأن كل المعايير بتاعتنا اللي اعتمدت دوليا اللي احنا بنطبقها وملتزمين بيها بطريقة موضوعية تم اختبارها الحقلي لمدة 14 شهر. نزلنا واشتغلنا واختبرنا وخدنا الفيدباك من الناس وعدلنا ورجعنا تاني والناس اوير بيها، ونزلنا كمان عملنا نوع من الاورينتيشن والتوعية بهذه المعايير، فالناس كلها متفقة عليها، ومفيش معيار واحد لا يمكن تطبيقه او يتقال عليه ان ده ينفع في امريكا وما ينفعش في مصر، او ينفع في لندن وما ينفعش في مصر، لان كلها امور علمية متفق عليها، وما هياش اللي هي يعني السيلينج اللي صعب الوصول. لا هي مش امور علميه بس، خلينا مثلا نقول المستشفى الفلاني المقام في المحافظه الفلانيه في
مدينة أو في بلدة ليست عاصمة المحافظة، نعم، ويأتيها الطبيب أو يأتيها الممرض أو عضو الطاقم الطبي جاي في مواصلات صعبة وجاي في ظروف مش هي اللي موجودة هنا، بقى خرجنا بره المعايير الطبية، وهو والست اللي جاية دي عندها 7 عيال في البيت وعايزة ترجع تطبخ لهم والدنيا دي كلها، هذه معايير مصرية مختلفة تماما عن المعايير اللي ممكن تمشي هنا وهنا. هذه المعايير كلها موجودة في شابتر طبعا اللي هو الوصول إلى الخدمة وإلى حقوق المريض في الحصول على الخدمة. هناك معايير للعاملين وعددهم وتخصصاتهم اللي لازم يكونوا موجودين في موقع العمل وعددهم عندنا العادات أيضا. أكيد احنا نحب نقعد نرغي، أكيد شغل الراديو، أنا بقولك على حاجات ممارسات موجودة نتمنى أنها تختفي. أنا أكيد أنا مش بضرب مفك في الهيئة، بالعكس أنا سعيد جدا بالهيئة بس ومستصعب المهمة جدا، فأنا بنتكلم على هتشمل كل ده، تحديات هتشمل كل ده بما فيه عيوبنا احنا كمصريين وما اعتدناه وهذا ما وجدنا أباءنا عليه. في كل مجتمع في طبعا التكوين ده، وفي هناك ممكن ناس مش ملتزمة وممكن ناس، ولكن لما هناك يكون نظام ويكون قيادة وتكون هناك مسؤولية مشتركة، عشان كده بنقول تحقيق الجودة وتحقيق السلامة في القطاع الصحي مسؤولية الجميع، والكل مسؤول عنه والكل بيتدرب عليه والكل مسؤول على النتيجة النهائية. الإدارة عليها دور كبير جدا في هذا، في إلزاء في تحقيق هذا الالتزام وتحقيق هذا التميز. الحاجة المهمة جدا اللي حصلت وغيرت المنظومة دي هي طريقة تمويل الخدمة. النهاردة ما عادش واحد بياخد مرتبه وهو قاعد اشتغل او ما اشتغلش، ما فيش واحد هياخد مرتبه وهو ما بيروحش شغله، لان الانتاج اتربط بالشغل بتاعه وبالبرودكتيفيتي بتاعته بالانتاجية بتاعته بالعمليات اللي اتعملت وبالمرضى اللي اشتغلهم وشافهم. ما فيش حد قاعد لمجرد ان هو موجود محسوب على المستشفى دي زيادة وهو مش مطلوب، لا ده كل واحد ليه؟ لأن لو ما اشتغلش وما خدش النتيجة التمويل ده مش هيجي، يعني طريقة التمويل اختلفت تماما إلى جانب المتابعة والرقابة. يعني مش هينفع واحد دكتور، ده أحيانا كان أكتر من كده، إن في دكتور عالي التخصص جدا وقاعد ما بيشتغلش لأن الأدوات اللي بيشتغل بيها مش موجودة أو المواد اللي بيشتغل بيها مش موجودة، ده طبعا هدر كبير جدا. هذا كله الحقيقة يعني اتاخد في الاعتبار، والنظام اللي اتحط الناس علشان تقدر تنجح في التأمين وتقديم خدمة تأمينية صحيحة لابد ان احنا نلتزم والجميع ملتزم والجميع مشترك في المسؤولية حتى نستطيع تحقيق هذا. في حتة كده في التأمين الصحي الشامل، حتة هي في الطرف بس هي المطور، وهي البيلينج، وهي ان انا النهارده رحت اخدت الخدمه، مين هيسدد الخدمه نيابه عني، انا حصلت على خدمه شكلها عامله ازاي، الروشته اللي طلعت لي، الدواء اللي صرفته، الكلام ده كله. العمليه دي لسه لم تنتظم بعد، هتنتظم ازاي؟ انتظمت في طبعا بورسعيد. النظام اللي اتحط الحقيقه كان نظام مدروس لفتره طويله جدا قبل التطبيق، ومع التطبيق برضو اتعلمنا دروس كتير وبدأ التحكم فيها. النظام التأمين الصحي الشامل يعتمد على نظام صحة الأسرة، وإن في خدمات رعاية صحية أساسية بتعطى على مستوى المركز الرعاية الصحية الأساسية، وتفتح ملفات للشخص وأسرته في المركز الرعاية الصحية الأساسية، وتربط عليه عدد من الأسر يصل إلى 5000 أو 6000 أسرة، يعني حوالي 30 أو 40 ألف مواطن مربوطين ومعروف هم مين والتردد بتاعهم على هذا المركز. واتعمل دول أقل من 10% من البورسعيدية.
30-40 ألف مواطن؟ لا ده في المركز الواحد. في المركز الواحد عندنا 40 مركز رعاية صحية أساسية بتقوم بده، غطت حوالي 800 ألف مواطن في بورسعيد. كل مواطني بورسعيد دلوقتي متغطيين. بعدين إن في نظام إحالة، نظام الإحالة للمستوى الأعلى بيتم دلوقتي بطريقة مميكنة أيضا، علشان لو رايح تخصص معين بيروح يكشف وياخد الخدمة أو يتعمل له الانفستيجيشنز المطلوبة ويرجع تاني أيضا لمركز الرعاية الصحية الأساسية. فيها حتة مش مميكنة، فيها حتة لازم هتفضل مش مميكنة. ما زالت الميكنة برضو تحدي كبير، ما اكتملش التفعيل الكامل. لازم واحد هيراجع الورقه اللي مكتوب فيها الادويه، الروشته اللي مكتوب فيها دي لازم تتراجع عشان خاطر لضمان الرقابه زي ما حضرتك. وده صحيح، وده صحيح، وفي لينك دلوقتي ما بين هذه الروشته وما بين الصيدليه. ده اكتر من كده، الصيدلي بيراجع على الروشته للتاكد ان هذا التشخيص ده معيار من المعايير اللي عندنا، ان الصيدلي بيراجع الروشته للتاكد ان هذا التشخيص الادويه دي مطابقة لهذا التشخيص. وهل الصيادلة مؤهلين لذلك؟ طبعا طبعا، هم ده يعني قبلتهم اكيد. انا قصدي هل هيبقى عندنا الطبيب اللي بيكتب اسم المادة الفعالة ومش بيكتب البراند نيم؟ يعني لحد دلوقتي طبعا ما اقدرش اقول ان ده بيحصل في كل الادوية. الادوية ما زالت موجودة، قصدي ده في الخطة يعني ان يتعمل انها كده، ما بقاش بقول، لان عندي بكتب للمريض دواء والدواء قد يكون غير متوفر واخوه موجود بماركه تانية او من مصنع تاني او من شركه تانية، لكن المريض بيشك فيه اول ما هو بقى مختلف عن اللي كتبه. بيحصل طبيعي. طبعا، وبيحصل برضو عدم رضا من بعض المواطنين لو هو متعود على دواء معين او بياخده مثلا أو عشان الامراض المزمنه اي بي سي، فرحت عند الصيدلي فقال لي لا على فكره اخوه اسمه بي سي دي، اقول له لا الدكتور كتب لي على ده وانا بثق في الدكتور يعني. وارد طبعا، ووارد ويعني مش كل الادويه موجوده طول الوقت، فبيحصل نقص في بعض الادويه. تمام. وده وارد البدائل بتاعتها، وهنا الحقيقه الهيلث اديوكيشن والتحدث مع المريض وقناعه المريض مهمه جدا، ان احنا لازم نشرح للمريض ونشرح له ان هذا البديل او هذا العلاج. مين بقى اللي يشرح له؟ الصيدلي ولا الدكتور؟ طبعا الطبيب اللي بيشرح له طبعا، اللي هو اللي بيكتب علشان يقتنع المريض، لان المريض لو اخذ دواء مش مقتنع بيه مش هياخده. صحيح. فقناعه المريض ورضاه عن هذه الخدمه الحقيقه من الحاجات المهمه اللي احنا ايضا بنقيسها بصفه مستمره، وبنتابع مع المرضى وبنشوف ايه المشاكل اللي هم. فكان موضوع الأدوية وموضوع توفرها بصفة مستمرة كان أحد الحاجات اللي واجهناها في البداية في بورسعيد، ولكن تم تداركها في أثناء الفترة اللي فاتت بالنسبة للخدمة بورسعيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يتحدث عن كرامة المواطن، عندما يتحدث عن حقوق الإنسان، عندما يتحدث عن الحياة الكريمة، عندما يتحدث عن الحلم لمصر يبقى شكلها عامل ازاي، بتأتي الصحة في قلب هذا الموضوع، ما كانتش في مقدمة. صحيح. الأولويات حتى تطبق المعايير اللي حضرتك النهاردة وزملاء حضرتك مسؤولين عن تطبيقها. بالتالي احنا هنا هنبقى عايزين، يعني انا سعيد ان انا اتعرفت بحضرتك عشان خاطر نقدر نجيلكم نقول لكم انتم ايدتم او دعمتم الرئيس او خذلتم الرئيس. امتى تقول نجحنا في مهمتنا؟ ان احنا نطبق هذا الكلام مع كل مريض طول الوقت 24 ساعة 365 يوم في السنة، وهذا هو الالتزام، لان احنا دلوقتي بنحط المعايير بنطبق المعايير مش فقط علشان لحظة الاعتماد او لحظة التسجيل، ولكن الاستمرار طول الوقت في هذا. اكتر من كده، احنا دلوقتي الدولة استثمرت مليارات وهتدخل في ارقام كبيرة جدا جدا مع كل محافظة بندخل. الحفاظ على هذه الاستثمارات مسؤولية ضخمة جدا من جميع العاملين وجميع القائمين على هذه المنشآت على المدى الطويل. تمام. لان انا مش هسيب الصيانة تنهار وتنهار هذه البنية العظيمة بعد 5-6 سنين، لأن احنا محتاجينها على المدى الطويل. صح. عملناها صح جدا من الأول، لازم نحافظ عليها. جميع هذه الأجهزة لن نسمح ان جهاز يتعطل او يقف
لانه ما لم يتم معايرته او واقف على حته بسيطه جدا لازم تتصلح او الصيانه مش موجوده. عشان كده عقود الصيانه ده جزء اساسي من كل هذه. حضرتك ما زلت بتتكلم على المنشات الحكوميه وغير الحكوميه. اكيد القطاع الخاص مش هتقول له انت مش عامل عقد صيانه ليه؟ لا هقول له ومسؤول ان انا اقول له كمان، ولو لقيت حاجه خارجه مش معمول لها يعني بتراجعوا ده، بتراجعوا عقود الشراء والصيانه للمستشفيات الخاصه 100%. وبنراجع اذا كان عنده صيانه دوريه وصيانه وقائيه كمان، ولو المعايير واحده للاثنين. نحن ليس لدينا، هيقول لك ده مالي وانا حر فيه، انا مش عايز عقد الصيانه من شركه كذا كان غالي قوي في معمل. وطالما انت تستخدم هذا الجهاز في علاج المريض المؤمن عليه اللي جوه السيستم، انا مسؤول على انه هذا الجهاز يعمل بصوره صحيحه ويطلع نتيجه صحيحه طول الوقت. فلا بد ان يتخذ جميع الاجراءات، ولو لم يتخذ هذه الاجراءات هناك بقى طبعا يعني اجراءات بتتخذ اجنست هذا الكلام، او ابيوس لهذا الجهاز، او ابيوس ممكن جدا النظام يكون موجود واحد بيتخطى النظام او بيقتصر. يعني مش هنشوف المعمل اللي بيدينا نتيجة والمعمل اللي جنبه بيدينا نتيجة تانية، او نفس المعمل يدينا في يومين مختلفين لنفس المريض نتيجتين مختلفتين؟ نتمنى هذا عشان طبعا الكاليبريشن طبعا نتمنى هذا، ان هذا يحدث. المعامل بتدي نتائج مختلفة لأن مفيش standardization، مفيش معايرة، مفيش الدقة في القياس، ولكن مع الإجراءات ومع الاعتماد ومع هذه المتابعة نتمنى أن هذه الفروق تتلاشى وأن النتيجة تصبح reliable، يعتمد عليها ودقيقة علشان نثق فيها ونثق في مخرجات الخدمة. أن المعامل والأشعة وكل المنشآت اللي بتعمل تشخيص عليها دور كبير جدا في دقة العلاج فيما بعد، لأن أنا لو ما وصلتش إلى التشخيص السليم هيكون النتيجة إن كل ما بني عليه هيبقى خطأ. فلا بد إن احنا نتأكد إن هذه النتائج صحيحة بنسبة عالية جدا جدا تقترب من 100% لكي نضمن ان خطه العلاج ايضا صحيحه وسليمه. وهذا هي دي الحقيقه الجوده الاكلينيكيه اللي هي اساس في مفهوم الجوده وتعريف الجوده اللي احنا بننشر ثقافته حاليا. هو انا عندي رساله بتقول لي patient management، اداره طبعًا شؤون طبعًا المريض، ودي احنا طبعًا عندنا فيها مشكله كبيره طبعا، اننا كيف ندير البيشنت مانجمنت، كيف ندير شؤون المريض. سؤال عظيم جدا ومهم ان احنا نعرف ان المعايير المصرية تمركزت وتمحورت حول المريض patient centered standards، وصممت حول احتياجات المريض، وكل ما يخدم المريض ليس من وجهة نظر المنشأة او البروفايدر اللي بيقدم الخدمة، ولكن حقوق المريض محفوظة، إشراك المريض في المسؤولية من أول طبعاً يوم مهم جدا، والpatient empowerment أو تمكين المريض لا يتم إلا بتثقيف المريض. لو أنا أعطيته المعلومات الحقيقية الصحيحة على مرضه وعلى صحته وعلى تطور الحالة عنده، سيكون ده له أكبر الأثر في إشراكه في المسؤولية. الاعتمادية الكاملة على الطبيب كما هو في العصور السابقة انتهت دلوقتي، أصبح المريض جزء من المنظومة، لازم يشترك معانا ويبقى فاهم كويس قوي دوره ودور الأسرة والدور اللي بيعمله علشان يقدر يكون فاعل في هذه المنظومة. أيضا مسؤولية المريض أن يحصل على الخدمة في الوقت الصح والوقت المناسب، ما يسيبش المرض لما يتفاقم ويصل لمراحل متقدمه جدا. لا مع التامين الصحي الدنيا هتبقى اسهل، لانه خلاص النهارده في حد طبعًا شايل عنه الهم التقيل بتاع بكام وازاي، طب خلي القرشين دلوقتي عشان في المدارس داخله صحيح كذا. ده التامين الصحي الشامل هيحل جزء كبير من الموضوع، ويتبقى الجزء بتاع الاهمال الشخصي في صحتنا اللي بقى اسمها موجوده عندنا. ولذلك الوعي مهم جدا، ووعي المواطنين ودور الإعلام الصحي والوصول إلى الناس التأمين الصحي ثقافة، ولا بد أن الناس تعرف كيف تحسن
استخدام هذه الموارد، لان في الاول وفي الاخر كل ده ملك للمواطن، بيتعمل للمواطن، فلازم يعرف امتى يروح المستشفى وامتى ما يروحش المستشفى، امتى يروح المركز الطبي، امتى ياخد الاجراءات الوقائيه اللي ما تخلوش يتعرض لمرض معين عشان ما يوصلش لا للمركز ولا للمستشفى. كل دي الحقيقه بتصب في بند الصحه، لان المرض ده مرحله متقدمه واخيره، انما احنا لابد ان احنا نبتدي نفكر في ثقافه الصحه وكل ما يبني الصحه، والمواطن هو الثروه الكبيره وصحته هي اغلى ما ندافع عنه. انا عندي نقطه اخيره عايز اتكلم عنها، وهي نقطه العيادات. يعني احنا لسه كنا الاسبوع اللي فات بنتكلم على الطبيب اللي عنده اربع عيادات وطلع في الاخر خالص محلاق وفتح اربع عيادات، هو ومراته، هو شغال بطنه وهي شغاله مش عارف تجميل. النهارده العيادات هيتم التعامل معها ازاي؟ تمام. طبعا العيادات الخاصه قصدي، طب كل عياده خاصه لابد ان تكون مرخصه، ومصر فيها نظام ترخيص للعيادات بتقوم به وزاره الصحه، وكل طبيب بيعمل لابد ان يكون بيحمل ترخيص من النقابه ومن تمام. هل هيبقى في اجبار ان لازم الطبيب يعلق الترخيص بتاعه موجود؟ لان النهارده الناس بتبقى مش عارفه. هو ده القانون، ده لابد، وان ترخيص العياده وترخيص الطبيب الرقابه بتاعت حضراتكم عليهم. احنا دلوقتي بالنسبه فيما يخص العيادات الخاصه هيطبق عليها نظام التسجيل والاعتماد ايضا لدخول منظومه التامين الصحي الشامل، وهتقوم بدور في تقديم حزمه الخدمات الرعايه الصحيه الاساسيه، او يحال اليها على حسب الاستشاري الكبير او الاستاذ او الاخصائي، سيحال اليه في المستوى الثاني اللي هو مش محتاج دخول مستشفى، ولكن ممكن ان هو يتعالج على اساس الاوت بيشنت كلينكس. فالعيادات دي لها معايير خاصه بيها، حتى هيتقدموا ويتسجلوا ايضا، ويتم العمل المسح او التقييم لهذه العيادات اللي هي بتضم كل المتطلبات اللي تضمن ان العيادة دي مكان آمن، في تحكم في العدوى، في احترام لحقوق المواطنين، في إعلام وإعلان طبعا عن الطبيب ومن الذي يعمل مع الطبيب من مساعدين إذا كان في أطباء أصغر منه أو مساعدين معاه، والتمريض اللي معاه، كل هذا بيتم مراجعته لكي تعتمد هذه العيادة الخاصة. هذه العيادة الخاصة وانس انها مجرد انها دخلت النظام بيبدا الرقابه عليها، شانها شان كل المنشات الاخرى بنفس معايير الرقابه التي تضعها الهيئه. يعني انا اتشرفت طبعا بلقاء حضرتك، وطبعا زي ما قلت كده في البدايه واضح انها مهمه صعبه وتقيله، لكن ان شاء الله قدها وقدود باذن الله. وحضرتك وفريق العمل اللي معاكم تشرفونا، و يعني تكونوا على نفس المستوى من الثقة اللي وضعه فيكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا واثق طبعا أن حضرتك إن شاء الله هتقدروا تحققوا ده في أسرع وقت ممكن. بإذن. شكرا لحضرتك. شكرا. خالص الشكر للدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. يعني الحقيقة موضوع في منتهى الأهمية، موضوع كلنا بنقعد نقول إزاي وإمتى وفين الهيئة قدامنا، خلينا نحط ثقتنا فيها انها ان شاء الله تضبط المنظومة بشكل يرضيني ويرضيكم جميعا. بشكركم، نلتقي على خير بكرة بإذن الله، وتصبحوا على ألف خير.